خليت الشرجم الصغير فهاد الصيف حيت الصهد والراجل عندي عيان شويه كيقنط في بيداب الجار ديالي اللي هو لتحت كاع وحنا في الفوق كاع، قال لي خصك تسدي. قلت لي علاش؟ قال لي سدي، ما بغيتكش تحلي. قلت لي صافي غنشدو. نهار فاتح محرم جا المعلم جبته بدا كيسد في الشرجم، فبدايه كنسمع ماما ماما ماما، والبنت كتغوت. هبطت انا والزوج ديالي والولد مالكي، لقيت البنت كتغوت. قالت لي راه هاد السيد هجم عليا ما عرفتو شكون. كتقول لي يا سيدي، اون ميم طون كتقول لي سيدي شكون انت شكون انت؟ كيقولها انا السلطانه القايد. قلت لي يا سيدي حنا كنعرفوك قايده كاينه هنا في المقاطعه، ما كاينش قايد. قال لي لا انا السلطانه القايد. قلت لك سدي الشرجم. قلت لي يا سيدي ها هما المعلميه كيسدوه، ها هما حتى يسدو. قلت له سدو، حنا سديناه صافي. ها هو انتم كتشوفوا فيه هو مسدود دابا. شويه ما حسيت بالباب كيتفرع عليا، زدف 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 زدف. تخلعت يسحب لي شي شفار، كنقول شكون شكون شكون. تحليت الباب كيقول لي انا السلطه، انا القايد، انا السلطه. كنقول شكون انت سيدي المهجم عليا؟ ما شفت لا لبسه لا باج لا ورقه لا والو، انا السلطه. ودخل عليا للدار بغى يدخل. بديت كنغوت ماما بابا خويا هبطوا هبطوا، ما عرفتش شكون اللي مهجم عليا، ما عرفتوش شفار ولا ما عرفتش. بقيت كنغوت حتى سخفت. هبطت الوالده والوالد، هي هذيك اخويا. انا هزيت هذيك الساعه التليفون وبديت كنصور. هي هذيك كنقول لها شكون انت؟ شنو كدير؟ شنو هذا؟ واليوم الجمعه مع الوقفه ما كاينش الخدمه جوغ فيغي. شكون انت سيدي؟ ما عندك لا ورقه لا والو، جيتي وتهجمتي علينا وكتقولنا انت القيد، وانا كنعرف كاين قيده في المقاطعه، انت السلطه، انت كل شيء، ولكن او ما تكون شي كسوه ولا شي حاجه كتبين بانك انت اللي كدير هذا الشيء كله. صافي يلا بامر ديالو باش جيتي. انا هو السلطه. لا جيتي بامر ديالو. جيب لي الورقه دير هذا، جيب لي الورقه ديالي، جيب لي الورقه مع الورقه ديالي وتدخل. من موراها صافي بقاو كيهضروا، مساليت انا الفيديو ديالي ودخلت للدار. من موراها هاد السيد اتصل بخويا قال لي واه انت ما يكون غير الخير وداك الشيء، صافي غتجي اختك عندنا المقاطعه هي والوالده ديالك حيت هي مولات الدار وبنتها، يجوا عندنا المقاطعه نهار الاثنين في الصباح. فعلا داك الشيء اللي طرا، مشيت انا والوالده ديالي، مرا عندها 72 عام وبنتي عندها عامين. مشينا للمقاطعه مع 10:30، طلعنا عند القايده كنهضروا معاها. هو ما عرف شنو كان قايل لها، بدات كتخبط علينا في الطوابل. خرجنا من عند سد الباب، تبعني في الدروج كيجري كيقرت كركبت في الدروج، دفعني قبطني عاون من هنا وعم من هنا ضرب بنتي حتى هي، بقى كيدخل ليا في صدري وفي كتافي كيضربني كيضربني. كتغيبت خدا ليا الصاق قال لي والله امك لا فيلميتها راه داك الفيد راه داك التليفون. بالدرجة ما بقيتش عارفة شنو ترى. ماما تاهي تكركبت في الدروج، تكركبت في الدروج. ماما تاهي غيبت شوية، لقيت راسي خارجة من المقاطعة سدين عليا البيبان وخد التليفون. اليومين هذا راه باقي التليفون عنده. هاد الواقعة وقعت في المقاطعة، المقاطعة الثانية اللي كاينة في مسيرة واحد، الخليفة والخليفة اللي سميتو مصطفى. وتعدوا عليا كاملين، بقاو كيقبطوا لي الاعوان ديالو هذوك اعوان السلطه، وكيدخلوا لي في البنيه وتيقول الناس اللي حاضرين تما كيقولوا اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، وسدوا البيبان. وبقى كيعاني يسبني بهضره خايبه ما نقدرش نقولها لكم، حيت انا هذيك الوقيته من مرات كركبت انا وبنتي في الدروج عندها عامين باقا صغيره، وبقى كيبوني بوناوني بزاف لدرجه انا فاتحه على عنقي ما بقيتش خدت الهضره. وسدري ويدار كل ما انتم كتشوفوا انا وبنتي تاهي ضروبه. هي ديك سدينا الشرجم، فمن داخل هبط عنده الولد قال لي شوف اسيدي. هو يقول لي شوف اسيدي، نهار اثنين قول الوالده ديالك والاخت ديالك ملي شاف راسو كيتفي الماء وتزير، ملي قالت لي البنت شكون انت؟ عرفنا بالاسم ديالك، عرفنا بالمعامل ديالك، واش اللي كنت السلطه ولا في المحليه ولا ما عندنا حتى مشكل. حنا مع القانون، حنا مع القانون، مرحبا بك. كلي قلتي الشرجم سد، حنا الشرجم لقيتيه كيتسد. هي هادي قال لي صافي، قال له صافي اسيدي كون هاني، قول الوالده ديالك والاخت ديالك يجيو نهار اثنين ويجيبوا معاه ويجيو عند القيدر، ما يكون غير الخير على داك الشرجم. مشينا ان شاء الله نهار اثنين 24 في هذا الشهر اوت، مشينا 24 قولي داك 10:30 11 ولا الله اعلم 11:30 ل 10:30 جات القيده. دخلنا فبدا استقبلتنا في الاول مزيان الحق، راه شاهد غير الله، استقبلتنا مزيان. فبدا هو دخل وهي تشوف، هي بقى يغوت علينا بقى يشهد، هي تخرجنا بقات كتخبط في الطابله كتنا خرجوا. حنا خرجنا انا والبنت، انا بالعكاز
البنت شاده بنتها هابطه في الدروج وانا هابط عليها تضربها البنت ترمها في الدروج حق قسما بالله والله شاهد علينا والله ياخذ فيه الحق في هذا الشيء الله يعرف بيتكرفس لي على بنتي الله ياخذ فيه الحق وتكرفس على الدوري الصغير عندها ثلاثه الوليدات وهذيك البنيته الله ياخذ فيه الحق الله يجعل بيتولى وياخذ فيه في هذا الظلم ما عمري ما شي ظلم بحال هذا اللي داروا هاد السيد وقال لك السلطه اين السلطه السلطه يعني شد الاعوان ديال دوك المخازي واحد من هنا شدها واحد من هنا هبطوها تحت الدروج بقى كيبوني فيها وهي قاطه التليفون والصاكو قول لها امك الصاكو كيضرب وانا كنغوت كنغوت هو يدعفني تحت على رجليها انتم هي زرقاء انتم كتشوفوا فيها تدفع البنت كتغوت كطير على البنت صغيره مسكينه والناس كيقولوا اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر تيصوم وراه كنطلب الناس في هذا الوقت الله يجازيهم بخير اللي عنده شي مشهد ولا شي لو صور شي حاجه وهرب من داك الخليفه يلوحوا في اليوتيوب ولا فاش ما بغى فاش ما بغي باش يشوفوا هذاك الظلم وهذاك العنف اللي دارنا داك السيد ديك النهار راه ما عمري في حياتي شفت هذا العنف ولا هذا الظلم اللي داروا لنا هذا السيد هذا اللي قال لك هو خليفه ولا ما نعرفه وقال لنا سيروا فين ما بغيتوا قلعنا التليفون البنت سخفت عاود هزينا وخرجنا قال الله ياخذ فيه الحق يا بخزني قلت ما تصورش دابا مشينا درنا شكايه يا شهاده طبيه بداك الوقت ديك النهار نيت داك الصباح مشينا درنا شهاده طبيه ما كانوش باينين دوك الاثارات عطاتنا 20 اما اليوم الصباح انتم كتشوفوا التصاوره هما ديالها كلها زرقاء والبنت هي راه عندها شهاده عند النفع وعاد النفسانيه ديال البنت كترعد ما كتنعسناش في الليل بالخلعه ولا اله الا الله الله ياخذ الحق الله ينصر سيدنا كنطلبوا من سيدنا ياخذنا حقنا وكنطلبوا المجتمع المغربي يتناكر هذا الظلم وهذا العند ديال هذه المراه ما هادشي بزاف بزاف والسلطات قاعد دير هادشي وفي كوفيد والناس كيتعاملوا بيناتهم وكيتعاملوا وكينقصوا من العنف وكينقصوا من العمل السياحي حنا ما عرفناش هاد السيده اش بغات في الاخر قال لها وسيري فين ما بغيتي شي كلام حاشاك سيري فين ما بغيتي والناس كيقول الله هذا منكر كنطلب انا هادوك الناس اللي كانوا حاضرين في هذاك اليوم الله يجازيهم خمره ولا راجلوا فيديو صوروا داك يديروا في سبيل الله يشهدوا لله يشهد لله راه ما فيها لا فلوس لا شهاده اللي شهدوا ويلوحوا داكشي باش ينتصر الحق. هوية بريس نحو إعلام هادف.